فيلم The Titan. البشر بيدوروا على كوكب تاني يعيشوا فيه بسبب الزيادة السكانية، وعشان كده بدأوا يطوروا الخصائص الجينية المتطوعين ويبعتوهم لكوكب غريب. في سنة 2048 عدد البشر زاد جدا وبقى فيه نقص في الموارد الطبيعية، وعشان كده الحكومة اخترعت برنامج جديد هيعدلوا فيه 14 متطوع وراثيا وهيبعتوهم لواحد من أقمار كوكب زحل اسمه تايتان عشان يبدأوا هناك حضارة جديدة. الحكومة نقلت ال 14 متطوع هم وعائلاتهم لحيهم الخاص وادوهم بيوت فاخرة ومتطورة. وريك كان واحد من المتطوعين دول. ريك طيار سابق في الجيش، وعيلته بتتكون من زوجته الدكتورة أبيجيل وابنهم لوكاس. رئيس برنامج التطوير ده كان الدكتور كولين جود، وكان معلق أمل كبيرة جداً على مشروعه وبالذات على ريك، لأنه لما كان طيار في القوات الجوية الطيارة بتاعته وقعت في مكان بعيد واضطر ساعتها أنه يعدي الصحراء السورية وهو مصاب لوحده وكمان بدون أكل ومية لمدة 3 أيام. وده أكبر دليل أنه عنده قدرة كبيرة على التحمل والتكيف. ريك دخل المشروع ده عشان خاطر زوجته وابنه، بس أبيجيل كانت خايفة من أنه يتعب وصرحت الدكتور كولين جود بقلقها ده. كولين جود قال لها أنه فعلا ممكن يتعب، بس طمنها أنهم عندهم دكاترة على أعلى مستوى وهيهتموا بريك كويس جدا. بعد ما انتقل كل المتطوعين للحي بتاعهم حضروا أول اجتماع ليهم مع كولين جود عشان يبدأوا البرنامج بتاعهم. في البداية كولين جود قدم عرض عن المشروع وبين في العرض ده ازاي البشر دمروا كوكب الارض وان تايتان هو المكان البديل المناسب لانه عنده غلاف جوي ونظام بيئي اولي، بس برضه الكوكب كان مليان ببحار من الميثان السائل والغلاف الجوي بتاعه معظمه من النيتروجين، ودي عقبة كبيرة بالنسبة للبشر، ده غير ان الكوكب بارد جدا. وعشان كده اخترعوا المشروع ده، يعني بدل ما يعدلوا الكوكب على ظروفهم هيتكيفوا هم على ظروفه عن طريق الجينات الوراثية. وساعتها قطعوا واحد من المتطوعين وسألوا عن ازاي اجسامهم هتتقبل التحور الجيني ده، وساعتها كولين جود قال له ان التجارب الاولية كانت مبشرة بس ما يضمنش ان كلهم هيعيشوا بعد التحور ده. وساعتها المتطوع ده سأله سؤال تاني، بس ريك سكته وقال له اللي مش عاجبه الخطورة اللي في المشروع ما يقدمش فيه. وبنعرف ان كل المتطوعين مروا بظروف صعبة وقاسية زي ظروف ريك وانهم جايين من كل انحاء العالم. بعد العرض التقديمي المتطوعين خدوا بطاقات دخول لكل حتة في القاعدة وخدوهم بعدها للمختبر عشان ياخدوا الجرعة الأولى من 300 جرعة اللي المفروض ياخدوها في الأسابيع الجاية. دكتورة فريا شرحت لريك الغرض من كل جرعة، بس ريك معرفش يحفظ نصها حتى، ومن وقتها وعائلة ريك بتبدأ حياتها الجديدة، بس كان مشابه لروتين يومهم العادي، يعني لوكاس بيروح المدرسة، أبيجيل بتهتم بالبيت وبتروح تحضر مع ريك جلسات العلاج بتاعته. المتطوعين بقوا أصحاب مع الوقت وبقوا بيتقابلوا كتير بره المشروع بتاعهم، وبحكم الجيره بقوا يعملوا حفلات ويسهروا مع بعض، بس احيانا الكلام بتاعهم بيتحول لمأساويات، وكان في واحد منهم خايف ان الحكومه ما ترجعهوش بعد المهله اللي الحكومه اتفقت معاهم عليها. وفي يوم من الايام المتطوعين كانوا عاملين حفله وتقلوا في الشرب شويه لان دي اخر مره هيشربوا فيها، وفعلا أبيجيل تعبت بعد ما شربت، فجه ريك وساعدها عشان تطلع تريح فوق شويه، بس اول ما طلعوا ريك هو اللي وقع وبدا يكح كحه شديده جدا وما كانش قادر يتنفس. ولما حطت ايديها عليه لقت ان جسمه حرارته مرتفعه جدا، وساعتها أبيجيل خدته بسرعه على اوضه النوم ونيمته على سريره واديته شويه ادويه وفضلت جنبه طول الليل. في الناحيه الثانيه كولين جود كان فرحان جدا بسبب التطور الملحوظ في جينات المتطوعين، وقرر ساعتها انهم جاهزين لاختبار حقيقي، وفعلا طلب منهم انهم ينزلوا حمام السباحه بدون انبوب اكسجين وظبط لهم مؤقت. الغريب ان كل المتطوعين طلعوا الا ريك وبنت اسمها تالي، والاثنين قعدوا تحت اكتر من نص ساعه. ريك وتالي خدوا الموضوع تحدي، بس تالي ما اتحملتش وطلعت بعد 39 دقيقه، اما ريك فكان مرتاح جدا في الميه وكانه كان عايش فيها اصلا من الاول، وكمان كان سريع جدا فيها وبيعوم زي الدلافين، وده خلى كل المتطوعين يستغربوا جدا من تصرفاته. وبالليل ريك ورى الحركات الجديده اللي اتعلمها لابنه لوكاس، ودخل بعدها ابنه لوكاس عشان ينام، ونزل هو وزوجته أبيجيل لحمام السباحه عشان يهيصوا شويه. أبيجيل لاحظت ان في عروق سودا بتظهر في جسم زوجها، بس العروق دي اختفت بسرعه جدا ففكرت انه كان بيتهيأ لها، وكملت زقطتها معاه عادي. وبعد ايام المتطوعين عملوا اول عمليه جراحيه، وجت واحده من زوجات المتطوعين دول وقضت يوم كامل مع أبيجيل. الزوجه دي كان اسمها ريان، وولادها كانوا بيلعبوا مع لوكاس، ولما الاتنين ارتاحوا لبعض في الكلام ريان قالت لأبيجيل انها خايفه من زوجها وبقت حاسه انه مش من البشر، وساعتها أبيجيل هدتها وقالت لها انهم بيعملوا كده عشان البشريه، والاهم من كده انهم بيعملوا كده عشان مستقبل اولادهم. بعد العمليه ريك خرج بصحه كويسه ورجع بعدها البيت عشان يقعد مع عيلته. أبيجيل كانت فرحانه جدا برجوع زوجها، بس كانت قلقانه بسبب الاثار الجانبيه اللي قرت عنها في الدليل اللي ادوه ليهم. وبالليل أبيجيل صحيت من النوم ولقيت ريك مش موجود جنبها، ولقيته بعدها في المطبخ وحاطط شويه تلج على رقبته لانه حاسس بحراره شديده في جسمه. وساعتها أبيجيل جابت جردل اكبر من التلج وريك اتحداها في لعبه صغيره وقال لها تحط ايديها في التلج واللي هيخرج ايده الاول خسران. فعلا أبيجيل اضطرت تطلع ايديها بعد دقايق، في حين ان ريك ما كانش حاسس بحاجه خالص. تاني يوم الصبح أبيجيل وريك جريوا شويه مع بعض
ووقفوا قدام منظر جميل جدا. وساعتها ريك قال لها انه زعلان على الكوكب، بس أبيجيل طمنته وقالت له انها واثقه فيه. واستمرت التدريبات بعدها، وكان المتطوعين بيجروا باقنعه بتحاكي الغلاف الجوي لتايتان وبيعوموا في ميه متجمده. في بعض الاحيان كان في ناس منهم بتفشل في التدريبات دي وبتتعب منها، بس كانوا بياخدوهم عشان يرتاحوا. اما بالنسبه لتالي فكانت عنيده جدا، وكانت بتحمل على نفسها حتى لو هتموت من البرد. فريك علمها ازاي تتامل تحت الميه عشان تطول مده بقائها. بعد الاختبار وفي الحمامات، ريك لاحظ ان شعره بيقع، وتالي هي كمان. وفجأة واحدة من المتطوعين بدأت تصرخ وكحت دم كتير جدا، وجم الدكاترة عشان يلحقوها بس ما قدروش. وبكده تبقى دي أول حالة وفاة وسط المتطوعين. بعدها في نفس اليوم المتطوعين عملوا اجتماع عشان يناقشوا اللي حصل مع زميلتهم، وفي شوية منهم كانوا خايفين ان دي تبقى نهايتهم هم كمان، بس الباقي قالوا لهم انهم كانوا عارفين المخاطرة دي من قبل ما يبدأوا، وبالرغم من انهم ممنوعين من الشرب بس قرروا يشربوا عشان ينسوا اللي حصل. بعدها أندور زوج تالي كان بيساعد أبيجيل في المطبخ وحكى لها قصتهم وإزاي هم اتقابلوا. بعدها تالي دخلت عليهم ولمحت إن أندرو يأس من إنه يكون أسرة معاها. وأول ما أندرو خرج من المطبخ، تالي اتكلمت مع أبيجيل وقالت لها إنها اتطوعت في المشروع ده عشان تقدر تبني عالم أفضل ليها والأندرو. وعلى العشاء أبيجيل لاحظت إن كل المتطوعين عروقهم بتسود اللحظات وبعدين بترجع تاني لطبيعتها. وفجأة سمعوا صراخ جاي من الحديقة، واكتشفوا إن زين زوج ريان خرج عن السيطرة وهجم عليها. وساعتها كل الرجالة خرجوا ومسكوا زين وقدروا يسيطروا عليه. تاني يوم الدكتورة فريا جاتوا بأدوية جديدة للمتطوعين عشان ما يحصل لهمش نوبات تاني. وأبيجيل لاحظت إن الجرعات دي كانت عالية جدا عن الطبيعي، وطلبت إنها تتكلم مع كولينجوود، بس فريا قالت لها إنه مشغول. وبالليل ريك كان بيرجع دم، ودخلت أبيجيل بعدها عشان تنظف الدم، وفي السر خدت عينة من الدم ده عشان تحلله. وفي مرة أبيجيل كانت بتتمشى في البيت وبتقفل الأبواب قبل النوم، بس ساعتها لاحظت إن في كاميرات متركبة في البيت عشان يراقبوا زوجها على مدار ال 24 ساعة. في المرة التانية اللي ريك نزل فيها حمام السباحة، لاحظ إن جلده بيتقشر وبيقع هو كمان، بس ما كانش مهتم قوي بالموضوع ده. ولما نام جنب أبيجيل، أبيجيل لاحظت موضوع جلده وبدأت تقلق عليه. تاني يوم أبيجيل حللت دم ريك تحت الميكروسكوب وفعلا لقت إنه بيتحول للون الأسود. بعدها المتطوعين عملوا العملية التانية، وكانت عملية هيعملوها في عيونهم عشان يشوفوا في الضلمة زي القطط، والعملية نجحت فعلا. بس ريك كان مضطر يغطي عينه بالشاش لمدة معينة، وعشان كده عيلته كانوا بيساعدوه في متطلباته اليومية. وفي ليلة أبيجيل سمعت ريك وهو بيبكي بصوت واطي من الألم، ولاحظت إن عينه بتنزف، فخدوه بسرعة على المختبر عشان يعملوا له عملية تانية. وساعتها أبيجيل قربت من كولينجوود وزعقت فيه بسبب اللي بيحصل لزوجها، وقالت له إنها حاسة إن في حاجة عايشة جوه جسم ريك، وكمان صرحته إنها عرفت موضوع الكاميرات. كولينجوود قال لها إنه ما كانش عايز يركب كاميرات، بس البنت جون هو اللي أصر على الموضوع ده عشان الأمن، وطمنها على ريك وقال لها إنه مش هيشوف لمدة كام يوم وهيبقى كويس بعدها. بس أبيجيل ما كانتش مطمنة لكلامه، وكانت حاسة إنه مخبي حاجات أكتر من كده بكتير. بس كولينجوود ما جاوبش عليها وقال لها تروح بيتها. وفعلا أبيجيل راحت البيت عشان تجيب شوية لبس لزوجها، وهناك سمعت صفارات الإنذار ولقيت إن الجيش بيحاصر المكان كله. وساعتها شافت زين المتحول وهو بيرمي ريان زوجته من الشباك وبتموت في ساعتها. وبعدها الجنود اقتحموا بيت زين وقتلوه هو كمان. بعد الكوارث اللي حصلت دي، أبيجيل كانت بتراقب زوجها وهو في الحجر الصحي، واستغلت عدم وجود كولينجوود وسرقت المفاتيح بتاعته، وقررت تعرف هو مخبي عنها ايه. أبيجيل اتجنبت رجال الأمن وقدرت توصل لمكتب كولينجوود، وهناك لقت ملفات عن كل المتطوعين، وعرفت انهم خلطوا الحمض النووي بتاعهم بحمض نووي للحيوانات عشان يطوروهم ويحولوهم لإنسان خارق. في نفس الوقت كولينجوود كان في اجتماع مع العقيد سولان ومجموعة من ناسا، وكلهم كانوا عايزين يقفلوا المشروع بسبب الكوارث اللي حصلت، وقالوا لهم ان اخر ناس جربت التلاعب الخطير في الجينات كانوا النازيين. بس كولينجوود والمساعد بتاعه ردوا عليهم وقالوا لهم ان الكلمة الاولى والاخيرة لوزارة الدفاع، وانهم مش هيقفلوا المشروع ده الا لما يجيب لهم اختار رسمي من الوزارة. وبعد الاجتماع فريا حاولت تقنع كولينجوود بانهاء المشروع ده، بس ما سمعش كلامها. ريك خرج من الحجر الصحي ورجع لبيته من تاني، وساعتها كولينجوود راح له وقال له انه هيرجع يشوف من تاني في خلال يوم واحد، وكمل كلامه وقال له ان دماغه ما كانش عارف يتعامل مع حواسه المحسنه وانه حصل عليه لود زياده، بس كل حاجه هتظبط بعد الجراحه دي. في اللحظه دي أبيجيل انفجرت فيه وطلبت منه انه يقول لها الحقيقه كامله، وفعلا كولينجوود قال لها انهم بيحقنوا المتطوعين بحمض نووي للحيوانات، وقال لها ان الموضوع مش مستقر فعلا زي ما هي عارفه، بس من الاول هم كانوا عارفين المخاطر وان في عمليه تانيه المفروض المتطوعين كلهم يعملوها. وساعتها أبيجيل اتعصبت وسابت كولينجوود ومشيت. تاني يوم ريك شال الشاش من على عينيه، وفعلا العمليه نجحت وكان شايف كويس، وبعدها حلق شعر راسه كله عشان يسوي بالحتت اللي ما فيهاش شعر. وبالليل ريك نزل حمام السباحه وكان مندهش جدا لانه كان شايف كل التفاصيل في الضلمه، ومن فرحته اتصل بكولينجوود في ساعتها وقال له انه هيعمل العمليه. وتاني يوم المتطوعين كلهم عملوا العمليه،
بس للأسف معظمهم ماتوا، واللي اتبقى بس هم ريكو تالي. وتاني يوم أندرو وأبيجيل ولوكاس راحوا عشان يزوروا ريكو تالي، واتخضوا لما شافوا أنهم اتحولوا لمخلوقات غريبة بتتواصل باللمس وموجات التردد المنخفض اللي البشر مش بيسمعوها. البشر بيتواصلوا بالصوت اللي هو بين 30 و 30 ألف هرتز، يعني موجات تردد متوسط. ريك حط إيده على الإزاز الفاصل بينهم، وساعتها أبيجيل بكت عشان زوجها، والموضوع بقى أسوأ لما كل جهود إداها الدبلة بتاعت زوجها. في خلال الأيام اللي جاية ريك وتالي هيتنقلوا لتايتان، بس لحد الوقت ده الاتنين هيقعدوا مع عائلتهم في البيت. وفي البيت ريك حاول انه يلبس اللبس القديم بتاعه، بس الموضوع كان صعب. فجت أبيجيل وحاولت انها تساعده، بس ريك ضربها بدون قصد. ولما قام عشان يطمن عليها أبيجيل خافت منه وبعدت عنه. ومن وقتها وريك بقى يقضي معظم وقته في حمام السباحة عشان بيرتاح اكتر هناك. في ليلة بعد ما أبيجيل حطت لوكاس في السرير، اكتشفت ان تالي دخلت البيت بتاعهم وايديها مليانة دم. ريك ما كانش متضايق من منظر تالي، وقرب منها اكتر ومسك ايديها، وتواصلوا هما الاتنين عن طريق اللمس. في الوقت ده الجيش وصل لبيت تالي ولقوا ان أندرو ميت في الحمام، ودخلوا بعدها بيت ريك وضربوا اسهم مخدرة على تالي. الموضوع طول شوية بس تالي وقعت في الاخر. بس اول ما الجنود قربوا منها تالي فاجئتهم وهجمت عليهم، وساعتها الجنود الباقيين ضربوها بالنار وقتلوها. بعدها الجنود راحوا على ريك، بس ريك قتلهم بسهوله بسبب قوته الجديده. في اللحظه دي أبيجيل طلعت جري وشافت ريك وهو بيغرق اخر واحد من الجنود، وهرب ريك بعد ما فاق من غضبه وادرك اللي هو عمله. العقيد سولانو كلف جنود تانيين انهم يدوروا على ريك، وتجاهل طلب كولينج وود انه ما يقتلوش. اما أبيجيل ولوكاس فخدوهم لقاعده الابحاث عشان يحافظوا عليهم هناك. بعدها أبيجيل هربت من القاعده، اتاكدت ان محدش بيراقبها، وراحت على مكانها الخاص هي وريك. وفعلا لقت ريك هناك ومدت ايديها ليه في محاوله عشان تتواصل معاه. واول ما ريك مسك ايديها أبيجيل اديت واحده على الماشي. في نفس اللحظه ظهرت الطيارات الهليكوبتر بتاعت الجيش وهجمتهم. أبيجيل فاقت بعدها في القاعده ولقت كولينج وود قاعد جنبها، وهناك قال لها ان المشروع هيتقفل وعشان كده لازم يبعتوا ريك لتايتان في اقرب فرصه، وده لان الغلاف الجوي للارض هو اللي اثر على تالي وخلاها تقتل زوجها، وممكن كمان الغلاف الجوي يقتل زوجها ريك لانه ما بقاش مناسب ليه بعد التحول. بس قوة ريك كانت كبيرة جدا، وما كانوش قادرين يسيطروا عليه ويجبروه انه يروح تايتان، وعشان كده كانوا عايزين أبيجيل عشان تقنعه. بعد شوية خدوها عشان تشوف ريك، وزعلت جدا لما شافت زوجها وهو محبوس في صندوق إزاز. وهناك كولينج وود طلب من أبيجيل انها تدي ريك حقنة تمسح ذاكرته، بس أبيجيل ما وافقتش. بس كولينج وود قال لها ان دي الطريقة الوحيدة اللي هتخليه وافق يروح تايتان، وفعلا جه واحد من الجنود واداها الحقنة، بس أبيجيل وقعتها بقصدها وطلبت منه انه يجيبها من تاني. بعدها أبيجيل راحت على زوجها ومسكت ايده وديته الحقنة في دراعه، وريك أغمى عليه في ثواني. وبعدها على طول أبيجيل خرجت من المكان وطلبت من فريا تيجي معاه. في اللحظة دي في جندي قرب من ريك عشان يجهزه للرحلة، بس فجأة ريك فاق وقتل الجندي ده. وبنكتشف ان أبيجيل بدلت الجرعات وحطت مكانها محلول ملح في الوقت اللي وقعت فيه الحقنة من ايديها. الجنود ضربوا نار على ريك، بس ريك هرب واستخبى في مكان ضلمة بما انه بيقدر يشوف في الضلمة. في نفس الوقت أبيجيل خدت لوكاس وهربت مع فريا، وقابلوا ريك في طريقهم. ريك كان مصاب بجروح شديدة جدا، وفريا اديته شوية أدوية، لكن فجأة الجنود حصروهم كلهم، وكولينج وود طلب منهم يسيبوا ريك ويجروا وإلا هيضربهم بالنار. أبيجيل وفريا ولوكاس رفضوا يسيبوا ريك، وساعتها كولينج وود اتعصب وطلب من الجنود يضربوهم بالنار، بس سولانو رفض وقال له إنه مش هيضرب نار على اتنين ستات وطفل صغير، ووجه مسدسه بعدها ناحية كولينج وود. والجنود بتوعه عملوا نفس الكلام وقبضوا على كولينج وود. في اللحظة دي أبيجيل جريت على ريك وحضنته، وبلمسها ليه ريك افتكر كل الذكريات السعيدة اللي كانت بينهم، يعني كل مرة كانت بتمسك ايده فيها كانت بتتواصل معاه. وفي نهاية الفيلم بنشوف ان أبيجيل وفريا بقوا باحثين في مشروع تايتان 2، بس هيستخدموا اساليب اخلاقية وامنة في ادارة المشروع الجديد. وريك راح تايتان وبنشوف ان جسمه اتطور وبقى عنده جناحات بيطير بيها في بيته الجديد. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تتابع كل الافلام الجديدة. سلام يا صديقي.